هاد الحصة المباشرة من باغي تعرف المجلة الاستهلاكية بامتياز اللي كترافقكم كل يوم من الاثنين للخميس من الواحدة للثانية من خلال مجموعة ديال المواضيع اللي كتهم حياتنا اليومية. وككل يوم أربعاء طبعا كتكون معنا دكتورة سميرة المدغري الأخصائية في التغذية الدقيقة والبرمجة اللغوية العصبية. وطبعا موضوعنا وكيف ما اتفقنا الأسبوع الماضي فغادي يكون الجزء الثاني من الموضوع اللي كنا بديناه أو تناولناه الأسبوع الفائت. غادي نتكلموا على خطورة الأواني الملونة على الصحة. وغادي نرحب بالدكتورة ديالنا سميرة المدغري. مرحبا دكتورة. أهلا بك أستاذتي الكريمة، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات الكريمات. تحياتنا لك دكتورة، تحياتنا لك وتحية لكل أوفياءنا أوفياء أصوات وأوفياء المجلة الاستهلاكية باغي تعرف. تحية لسيف الدين البلغيتي في الإخراج، أيضا استقبال المكالمات للا زاهرة موجوم اللي معنا في التصوير، أيضا سي محمد أصغار. الناس اللي بغاو يتابعونا بالصوت والصورة ما عليكم غير تدخلوا الصفحة الرسمية راديو أصوات باج أوفيسيال طبعا، وطرحوا وتخليوا التساؤلات ديالكم. أيضا رقمنا الوحيد للتفاعل 05 22 77 24 24. إذا دكتورة اليوم غادي نكملوا في داكشي اللي كنا بدينا الأسبوع الماضي. طبعا دخلنا الكوزينة وبدينا بالمقالي والطناجر والطاجين إلى آخر ذلك. قبل ما نمروا الجزء الثاني ما فيها بس أننا نذكروا. نعم داكشي اللي فات. نعم هو الموضوع كيف تنقولوا كيستاهل باش نركزوا فيه. أكيد كيستاهل باش نرجعوا بعض الخطوات لوراء، لأن تكلمنا في حلقة على مشكل ديال البلاستيك، الحلقة الأخرى تكلمنا على الأواني من تيفلون من ألومنيوم من نحاس إلى آخره. واليوم غادي نتكلموا كيف قلتي على الملونات اللي كيكونوا في الكيسان، نتكلموا على البراد، نتكلموا على المعالق، على لي فورشيت. ولكن باش نجمعوا الكلام كيف قلتي غادي نديروا واحد الملخص صغير باش نقولوا بان هذا التعرض للملوثات السامة كيكون يعني من خلال بعض يعني التصرف اللي كنكونوا ما واعيينش به. وحنا الهدف ديالنا هو نوعاو بهذا التصرف باش نحميو الجسم ديالنا ضد هذه الملوثات، خصوصا بالمعادن الثقيلة. تكلمنا بان المعادن الثقيله هي مجموعه من المعادن اللي كتكون حاضره في يعني في العالم الخارجي للجسم، وهذه المعادن الثقيله تكون حتى ولو في الجسم ولكن كتحسب بالنانوغرام. يعني كنعرفوا حتى دابا الكالسيوم كنقيسوه بالغرام، المغنيسيوم كنقيسوه بالميلي غرام، ولكن الارسنيك كنقيسوه بالنانوغرام. يعني داك الشيء يكون بالضبط، وفاش تزاد على حدها اي حاجه زادت على حدها ممكن تعطينا اعراض جانبيه اللي كتبدا. يعني ممكن نتكلموا على التسمم يعني البطيء اللي هو غير مرئي اللي هو اخطرهم، فاش ندخلوا واحد الماده السامه يوميا للجسم وحنا ما عارفينهاش. اول جهاز اللي كيتضرب هو الجهاز المناعي. ما نساوش حتى الابحاث اللي تكلمت عن الالومنيوم والمشاكل اللي عندنا يعني الصحه العصبيه، الجهاز العصبي التنفسي، تكلمنا على التيفلون، تكلمنا على الانفلونزا التيفلون او على داك الريحه اللي كتطلع مع المقله فاش تتحرق، وشفنا بان كتعطي نفس الاعراض بحال اللي كتجي الحمى ولا كتجي الرواح. دونك هادو مشاكل عديده ومتعدده، ولكن الا بغينا نحصروهم نقولوا اولا تكلمنا على الأواني بمطبخة الألومنيوم. وعرفنا بأن الألومنيوم هو واحد المادة غير مكلفة، كنلقاوها في مجموعة كبيرة من الأواني وكتعرض لنا وإلا خديناها وحكينا داك البلاصة اللي هي ستابل يعني بواحد الغطاء واحد الطلاء اللي كيكون مدير من طرف المصنعين باش يحميونا. إلا حنا عرضنا داك الأواني ديال الألومنيوم الحرارة عالية وحكينا داك الحلفة القاصحة وحطينا مواد ديترجون اللي اغريسيف اللي كيقلعوا ديك لاكوش، اكيد تنتعرضوا لهذا التسمم الغير المرئي حتى تنوصلوا فاش ناخذ الماكله تناكلها مسمومه. تكلمنا على الاواني ديال النحاس، حتى هما واخا النحاس مزيان راه حتى هو فيه بعض المركبات اللي فيهم الالومنيوم، لان تعلمنا بان الالومنيوم هو اللي كيوصل درجه الحراره بسرعه. بعض الاواني النحاسيه ضروري كتكون واحد لاكوش ديال الالومنيوم مغطيه بلاكوش ديال النحاس عاد واحد لاكوش واحده اخرى. وعرفنا بان الى تعاملنا بالمكونات الحمضيه وخبشناهم يعني بالمسائل الحاده ممكن تهاجر
وتمشي للأسف تكلمنا على الأواني البلاستيكية وحذرنا الناس من هذا المشكل ديال اللي كيحطوا الحاجة سخونة في البلاستيك ولا كيشريوا البلاستيك الرخيص اللي ما عندوش معايير صحة. وحنا شفنا المعايير وكيفاش يمكننا نقراو يعني قبل ما نقتنيو ديك الأنية البلاستيكية اللي احنا محتاجينها. تفضل دكتورة. وما تفوتناش الفرصة باش نعود رجع على الأواني ديال البلاستيكية ونذكر بالألواح تقطع البلاستيك، لأن ذاك الألواح اللي كيقطعوا عليهم الخضرة والمعدنوس واللحام هذوك من الأحسن يكونوا الخشب ماشي البلاستيك، لأن البلاستيك كنزل عليه ذاك السكين حادة وكيسلخ واحد طريفات كيتفلح نورين كيتلح ممكن يتسربوا لنا في الأسل. دونك هذا توا الموضوع عطينا حقه. تكلمنا على العبوات البلاستيكية وتكلمنا على الكيسان، تكلمنا على المعالق والفراشات والتباصل اللي هذوك تيتسموا يعني جتال، فهما رحنا أشرنا لهم. غادي نعود نركز بأن ذاك البيسينول أ هو خطير جدا على الجسم، وردوا بالنا بعد الناس تلقى أنك ياخذوا بلاستيك كوب البلاستيك وكيديروا فيه أتاي ولا القهوة، هذا رشي خطير. وكان عاود نذكر المستمعين حتى هي اشرنا لها ولكن بعجاله، ولكن هذه الفرصه في الملخص رجعوا لها، ولو داك الاكواب الكرتونيه راه فيهم واحد لاكوش البلاستيك، فهي من الاحسن ما ناخذوهاش بكثره وما ناخذوهاش كل مره. علاش؟ لان الجسم قادر يتخلص من السموم الى دخلوا مره، ولكن فاش تيوليو يدخلوا كل نهار تيولي خطر. الوغ تكلمنا على الفولاد المقاومة للصدى حتى هو مزيان، تكلمنا على لافونت، تكلمنا على الإينوكس، وتكلمنا على التواجد على الطين، على الطين دكتورة. على الطين، الطين الطين حتى هو تكلمنا عليه، وتكلمنا على الطفلون والخطورة ديالو، واللي قلنا اللي عنده اللي عنده الطفلون يرمي ديك الأنية اللي عنده سواء كان طنجرة أو مقلة رميوها، واللي خداها قبل من 2013 ياك دكتورة. هادشي اللي كنت قلت. لأن كانوا بعض المواد سامة بزاف كانت تستعمل قبل 2013 قبل ما المنظمة اللي كمسؤولة على هاد المستهلكين أشارت الانتباه للناس المصنعين وحيدوا بعض المواد سامة كثيرة. نعم. وتعوضت بشي وحدين أقل خطورة، ولكن إلا حفظنا عليهم بطريقة كيف قلنا الغسل والتنشاف والتخزين، ومعناه أنه ما يتخبش ما يتخبش ما يتكررش، ونحيدوا ديك الحلفة اللي كنستعملوها دائما. أكيد. دكتورة. نعم. الناس بزاف الناس اللي كيتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية راديو أصوات، أيضا صفحة ديال باغي تعرف كيسولوا كيقول لك ماذا عن الأواني المصنعة من الجرانيت؟ نعم، هو الجرانيت حتى هو بدينا كنسمع مؤخرا ان كيحمينا ضد هذه الملوثات كلها اللي تكلمنا عليها، ولكن نفس الشيء لان فاش نبغيو نشريو شي يعني مقله ولا طنجره كنطلب من الناس يمشيو يدخلوا يعني مواقع التواصل الاجتماعي ويسولوا على ذاك المصنع ويشوفوا المعايير الصحه، لان الا كانت عندنا انكوش الجرانيت الفوق وتحت منها الالومنيوم وديك الجرانيت حيت حطينا على عفسه مجهدة بزاف تشقق الجرانيت وبدا الالومنيوم كيطلع لنا، ما يمكنش شي مقله تبغيو نحطوها دغيا باش حنا دابا في عصر السرعه خصنا دغيا نطيبو. تكلمنا ذاك المره راه خصنا شحال ما كانت المقله ثقيله شحال ما كانت كتعطل باش تسخن شحال ما كتكون امنه، شحال ما كانت دغيا كتسخن شحال ما كتكون اكيد فيها هاد المواد الالومنيوم والنحاس اللي كيسرعوا العمليات ديال الوصول للعافيه من ديك الفم ديال العافيه اللي فوق السطح ديال داك المعدن والحديد. يعني خصنا انا ماشي اختصاصيه في تصنيع الاواني، انا كنعطي بعض الاشارات باش الناس يزيدوا يعمقوا المعلومات ديالهم باش يعرفوا اي حاجه غادي يشريوها خصهم يفهموا باش نصوبها، وحنا كنعطيو الاشاره باي حاجه شريناها والمصنع عطانا لي غارونتي ولا عطانا الاشارات الصحيه الضمانات، وشفنا الاختان يعني لي بومبون، وحنا كنثقوا في الجهات المسؤوله لان كتحمي المستهلك الا نتعاملوا معها بامان. ولكن علاش هذا الموضوع عطيناه هذا الهاله ديالو عطينا هاد الوقت؟ لان ولو تنشريو واحد المقله ولا واحد الطنجره ولا واحد التبصيل للمصنع دار خدمته، حنا فاش تيدخل عندنا البث يعني ما كنتعاملوش معاها بحكمه. هنا فين عندنا الدور ديالنا؟ اكيد. وتكلمنا حتى على الجانب الاقتصادي،
لان فاش ديك الاواني تيكونوا واصل هاد المعايير الصحه اكيد تيكون الثمن ديالهم مختلف. وتكلمنا في الاول ديال البرامج فاش بدينا هاد الحلقات على البلاستيك اللي كيدير 240 ولا 260، هو داك النوع ديال البلاستيك اللي كيوصل حتى ل 3000 ريال نفس العبوه ماشي نفسه لغرض ما، ماشي غير هكا كطلعوا الثمن، لان نوعيه البلاستيك والدراسات اللي دارت عليها والسحق اللي كيدوز عليها داك الشركه اللي صنعها كتطلب منها مجهود اكثر وكتطلب منها مصاريف اكثر. دونك نديروا واحد الاستثمار في المطبخ كيما تنشريو الحوايج، كيما تنشريو الادوات، كيما تنشريو مسائل عديده اللي ممكن تكون الافاده ديالها قليله، وكنساو هذا المطبخ اللي خص يكون فيه الاستثمار الحقيقي، لان كنتكلموا على صحه الاكل. هذا هو علاش هذا يعني هذا الوقت اللي كنعطيو لهذا البرامج. فعلا كيما ذكرتي دكتوره، وكان جاتنا واحد الملاحظه الاسبوع الماضي، وان هذه الانواع ديال الاواني اللي كتكلموا عليهم اليوم يعني مكلفه ولا مرتفعه في الثمن، وكنت الجواب ديالك اللي هو زعما مقنع انه عوض ما نشري 10 ديال الطناجر وعوض ما نشري مقله واختها وبنت عمها وولدها الى اخر ذلك، يمكن تكون عندي انيه وحده وتكون ذات جوده وفيها شروط ديال السلامه اللي غتحميني وغادي تحمي وليداتنا. اليوم دكتوره الملاحظ انه يعني المنظر كيغرينا، وكندخلوا لاي محل اللي كيبيع الاواني اول حاجه كتشدنا هي الالوان، واليوم ولينا كنشوفوا الموضه ديال الالوان خصوصا ما يتعلق في البراريد والكيسان. نعم الوغ دابا غنتكلموا على المسائل اللي كتكون الاولى، وغنبداو بالزجاج يعني لو فيغ. هاد هاد السموم اللي حنا كنتكلموا عليها اليوم كيفاش تدخل لهاد الاواني، واكثرهم اللي كنتكلموا عليه ديما هو الرصاص والكادميوم. إلا تذكرتي هادو جوج المعادن من أخطر المعادن اللي ممكن يدخلوا الجسم، والباب اللي كندخلوا لنا هما الأواني. وتنحاولوا فاش نبغيو بعض المرات تيجوا بعض الأمراض المناعية عند الأطباء، بعض الحساسيات، وبعض المرات تنلقاو يعني كنتسائلوا كيفاش هاد المعادن دخلوا للجسم، خصوصا أن دابا كاين التحليلات تيداروا كيعطيونا فكرة على هاد المواد اللي خصها تكون حاضره في فورم دو تراس يعني بعض النانوغرامات، وتلقاوها كثيره. دونك اول حاجه كنمشيو نسولوا على الماء، الماء اللي كيشرب الواحد كيفاش هاد الماء منين جاي هذا، وبعض المرات تنساو الكاس اللي كنديروا فيه هاد الماء. دونك اليوم هذاك الشيء باش تردوا البال لهاد لو سيركوي باش توصل الاكل والشرب للجسم. بعض المرات الناس كيهزوا واحد الكاس في بعض الالوان كيشربوا فيه الماء بارد او كيديروا فيه اتاي وكيظنوا ما كيديروش حاجه زوينه. الوغ بغينا نعرفوا بان جوج انواع ديال الزجاج اللي ملون، اما الزجاج اللي تلون بواحد الطريقه اللي داب الجاج، الدجاج كان صلب وداب، وفاش داب زاد عليه عناصر انتقاليه بحالاش بحال الكوبالت بحال المنغنيز بحال النيكل بحال الحديد والنحاس. هذه المركبات اللي كنعيطوا المركبات السيليكات تتزاد عليه، شنو تيديروا؟ تيمتصوا الضوء، تيرجع الضوء كيفاش تيضرب في ذاك الكاس، كيعطينا التلون ديال ذاك المعادن اللي لداخل. دونك هذه الطريقه الاولى اللي ممكن نحصلوا عليها على واحد الكاس اللي هو ملون ولكن التلوين ديالو يعني داب مع الجاج، هادو حتى هما سامين، هادو ممكن يصلحوا لنا نشربوا فيهم الماء، ولكن غير كنديروا فيهم حاجه سخونه هنا كتولي هذه العمليه الكيميائيه يعني السخونيه كترجع تتمتص ذاك المعادن الثقيله اللي ذكرت وتيخرج وكنشربوهم مع ذاك الشاي. دونك هذا الزجاج اللي ملون هو يعني دايب فيه. أرانا الثاني هو الزجاج الملون اللي غير شينا فوق منه، وهذا تيكون اقل ثمن وتيكون اقل جماليه، وهذا كيقبطوا الالوان المتعدده وكيترش. انا هنايا غير كنبداو نستعملوهم لا بالماء بارد ولا بالماء سخون كنشوفوا بان داك الشيء بدا تيتحرم وبان داك الالوان بدا تيطير. هادو اكثر خطوره واسرع في انتقال من الماده الملونه الى الجسم. ماكش خصنا نديرو، حنا من الاحسن وخصوصا ان حنا ما كنضمنوش بان داك الكاس اللي مرشوش ما تيتخبش لا بالحكام بالمسيح. احنا كنعرفوا بان حتى ديك الشبكه ديال الواني راه بعض النساء ما تعرفوش يتعاملوا معاها، راه حط شي فوق شي راه كلشي كيتخبش، ولا شفتي داك الشبكه ديال الاواني راه كاين بلاصه
الشكاكن والفراشط والمعالق، كاين بلاصه الصحون كتجي وحده على وحده وحده ما قيساش الاخرى. واصلا المراه في الخر ديال تحضير الوجبه ديالها كدير واحد طريف ديال الكتان وكتكفي، كتقول لك كفيت الموان، الالومنيوم بوحده، البلاستيك بوحده، الزاج بوحده. هذا هو التويولات ديال المراه المغربيه اللي المطبخ ديالها كيعطينا فكره. نعم، بان كاين واحد الدرايه ان فاش تنحطو حنايا شي فوق شي ثقيل فوق الخفيف والخفيق فوق الثقيل كنبداو نفرمو، واي حاجه تفرمات الا وحليتي الباب الهجره ديال المعادن الثقيله اللي لداخل. دونك هاد الطلاء هاولا ديال الرش ديال هاد الزجاج هو في الواقع عباره على رصاص ولا كادميوم وكيدخل الجسم ديالنا وحنا فيه غنى عنه. حنا المناعه ديالنا يعني كانت يعني مستغنيه الاستغناء الكامل على هذه المواد السامه. نعم. ونزيد واحد الشكل ثاني هو قليل في المغرب ولكن بدينا تنشوفوا سبحان الله الانسان ديما كيطمح باش حيت يجيو عنده الضياف يحط شي حاجه زوينه تحمرت الوجه يعني واخا، ولكن ردوا بالنا كاين واحد الانواع ديال الاكواب اللي دخلوا مؤخرا من غير الملونات، فيهم الاشعاع، فيهم واحد النشاط الاشعاعي. لان هي واحد، ما هو النشاط الاشعاعي؟ هي ظاهره فيزيائيه اللي كاينه في الكون، ولكن بسبب واحد الذره واحد الالكترون ليبغ اللي هو غير مستقر تيبدا يتفكك وكيطلع لنا العديد من الاشعاعات اللي كتسبب لنا امراض. وهذا الشيء ولينا دابا تنشوفوا عاوتاني. وهذا النوع ديال الكؤوس اولا كاينين متواجدين في المحلات؟ كاينين في بعض المحلات اللي كيكونوا غاليين، كتلقى هذاك اللون غادي من الصفر الكهرماني، كيسموه الصفر الكهرماني، التفاحي، البرتقالي، وهذا اللون هذا سميتو الغاليين بالفرنسيه. وغاليين هذا المره كتلقى هذا الكيسان فيه الغاليين وكتلقى الثمن ديالو كثير. وهو الا حطيتي في المرايه، الا حطيتي في الفيترينه ديالك وطفيتي الضو كيولي فلوريسون. نعم، كيولي كيعطي واحد. اذا ردوا بالنا من هذا النوع ديال الاواني. دكتوره احنا دائما معكم، طبعا غادي نقرا كل التعليق ديالكم، ايضا كاين ضغط كبير على الهاتف، غادي ناخذ الاتصالات ديالكم 0522 77 24 24. غادي نمشيو الفاصل اشهاري قصير ونواصل. ورجعنا معكم مستمعينا مستمعاتنا مباشره على اصوات دائما معنا الدكتوره سميره المدغري الاخصائيه في التغذيه الدقيقه والبرمجه اللغويه العصبيه. دائما كنتكلموا على خطورة الأواني الملونة على الصحة. احنا خصصنا أيضا الحلقة ديال اليوم لهذا الموضوع نظرا الأهمية ديالو، وفيه كثير ما غادي يتقال. سي مصطفى النقرة اللي كيقول كنتمنى من الأخت هام أنك تكوني حذرة في بعض المواضيع اللي كتهم شريحة واسعة من المواضيع، وبالضبط أصحاب المهن الحرة اللي ورثوا حرفهم أبا عن جد، كيساهموا في اقتصاد البلاد في الإعالة ديال الأسر ديالهم. احنا ماشي ضد هاد الفئة سي النقرة، ولكن لكن عاوتاني حنا مع الصحه، الحاجه اللي كتادي الصحه ديالنا وكتضر بها، فمن الواجب علينا اننا نتناولوها. شكرا على الملاحظه. رحمه من سلام بعدو وادي عام من فاس. لا رحمه، السلام عليكم. لاباس عليك؟ لاباس عليك رحمه، مرحبا. هانيه بخير كل شيء الحمد لله. تفضل لا رحمه. عندي حبيبه ديالي واحد اللي كنت باقي كنطيفيه وكاع تدير من الداخل ديالي كله محفره، ما عرفت واش باقي صحيه ولا محيده. ربما ما تبعتيش معنا الحلقه اللي فاتت الرحمه. شكرا ليك، بقاي معنا في السماء. اكيد دكتوره سميره المدغري غادي تجاوب على السؤال ديالك. وادي عام فاس، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخت سهام. مرحبا وادي عام. الاستاذه اللي معك، شكرا لك. الله يخليك. بغيت نسول الاستاذ الله يخليك على داك الزجاجات ديال التعبئه اللي كنعبؤوا فيها دابا كتكون في اللون الاسود، كنهضر على اللون الاسود اللي كيعبؤوا فيها الخل، الخل البلدي ولا الخل، واش داك اللون الاسود صالح للخل ولا للمنتجات الطبيعيه ولا لا؟ كنهضر على اللون الاسود اللي في الزجاج. والسؤال الثاني الله يخليك، واش يعني ما هي افضل الاواني للطبخ، واش الفولاذ ولا لاسونتر؟ بالنسبه للالوان يعني كنصح باش الناس يبعدوا عليها، لان عندها اضرار ماشي فقط على الاكل، عندها علاقه يعني اضرار على الصحه العين. وحنا كنتكلموا على الصحه. يا سيدي لا لا لا، الصحه العين كبر بك كثره الوان، ايش نحاول ما امكن يدير واحد لون موحد
كثرت عليه الالوان بزاف. شكرا لك. شكرا لوادي عام من فاس. حنا دائما معكم مباشره على اصوات الناس اللي كتبعنا عبر الصفحه الرسميه على الفيسبوك راديو اصوات. ايضا باغي تعرف ندى زاليغي تحياتنا ليك. كذلك انا كنبغيكم كاملين. عزيز اللي كيقول انا خالد من برشي تحياتي لكم. علاش ما كتلقاوش ما كنلقاوش مكونات البلاستيك مكتوبه على اللعب اللي مصنوعه من البلاستيك؟ كل شيء بيد المسؤولين، اما صحة المواطن او الضرر ديالو. هذا السي عقا احمد. نجاوب على الاسئله دكتوره؟ نعم. بالنسبه للمستمعه الكريمه الاولى اللي قالت رحمه نعم الكوكوت. نعم الكوكوت ديالها تحفرات، انا كنصحها من الاحسن ما تستعملهاش. لحقاش مادام تحفرات الا وداك الغشاء الواقي اللي كيعمل لا ستابيليزاسيون، عاونيني عافاك على هذه الكلمه. نعم. لا ستابيليزاسيون يعني انه كيتثبت 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 زولات. نعم. وفاش تزول داك الفرشه الواقيه كتولي يعني الاكل اللي كنحضروا فيه ضروري ومؤكد غادي نلقاو فيه هذا المعدن هذا ديال الالومنيوم، وفاش يدخل الجسم راه كيعمل مشاكل صحيه ونفسيه وعصبيه. وكيف قالت المستمعه الكريمه من فاس يعني حتى العينين، والعينين ماشي غير اللون، لان حنا كنعرفوا بان اي جسم فيه دهنيات فالجسم يعني اي عضو فيه دهنيات في الجسم ديالنا كيكون هو المكان المفضل لتخزين المعادن والسموم. نعم بناء العين طبعا. نعم دوك ردوا بالنا من الاحسن تحيدها وتشري طنجره واحده اخرى، ومن الاحسن طيب في يعني في الطين كاين طنجره ديال الطين. نعم. وهذه غير اشاره للمستمع الاول اللي قال كاين حرفيين بزاف. بالعكس حنا الحرفيين تنشجعوهم الا بقات لنا الوقت بغينا نتكلموا على صناعه الخشب وعلى الاواني ديال على الكفعات الخشب والمعالق الخشب، لان وحنا كنعرفوا بان في المدن ديالنا العريقه اللي فيها المدينه القديمه كتمشي كتلقاي داك يعني الحريفيه. بالعكس خصنا نشجعوهم، ولكن حنا غادي نتكلموا على البدائل الامنه دكتوره. نعم. ربما سي مصطفى النقره كيتكلم باب ان كاينه واحد شريحه واسعه اللي عايشه من البيع ديال هذا النوع ديال الاواني، وحنا كنتكلموا اليوم ربما هذا غادي يقطع لهم رزقهم. غيكون هاني سي النقره. بالعكس حنا كنعطيوهم المعلومه باش يجمعوا تعاونيات ويزيدوا المعلومه لنفسهم ويديروا شراكات. بالعكس الحمد لله المغرب ديالنا مفتوح وكاين شراكات جميله كدار، غير الواحد يكون عنده استراتيجيه الحياه ويبغي يطور نفسه ويتعلم باش يزيد الامام. جاوبوا الوديعه اللي تكلمت على اللون ديال المغلوق اللي كنديروا فيه الخل، هذاك اللون علاش تيكون مغلوق؟ حنا كنعرفوا بان الزيت بان الخل بان يعني مجموعه ديال المنتجات اللي كنجيبوا للبيت تكون عنده مشكل ديال الاكسده مع الضوء ديال النهار او لا مع الهواء. هذه عمليه الاكسده ما معناها احنا كنعرفوا عمليه الاكسده كنعطيو المثال بحال التفاح اذا نقيناه وما عصرناش عليه الحامض كيتحل. هكذا عمليه الاكسده هي واحد العمليه اللي كتجعل حتى في الجسم ديالنا الا ما جبناش مضادات الاكسده راه كنطيحوا في واحد الاكسيد الستريس اوكسيداتي. دونك هذا الزجاج الاسود او الغامق كيحمي ذاك الخل من الاكسده. دونك الا كان مشري من بلاصه اللي هي يعني معروفه او ذاك الخل اللي شرينا واحد الماركه اللي هي كتنتج بمعايير الصحه اكيد يمكننا نعاودوا نستعملوا ذاك القرعه ديال الدجاج والخل الاخر، هذا كتكون ان شاء الله كتكون امنه. بالنسبه للوان اللي قالت انا متفقه معها، يعني من الاحسن نديروا اللوان فلاناك في المنيدلات والطباسل والطباسل والكيسان الاحسن يكونوا بدون الوان، لان راه ما كملناش الهضره على الاشعاع، لان من غير الملونات اللي هي عباره على مواد معادن ثقيله اللي هي خطيره على الجسم كاين هذاك الاشعاع اللي ما مزيانش العينين وما مزيانش الجسم بشكل عام. وكيف تكلمنا على هذا المشكل؟ لان هذا الاشعاع بدا تيدخل البيوت ديالنا يعني بواحد الطريقه اللي ممكن نقولوا من احسن تفاداوها، لان الاستخدام ديالو حتى هو غادي يعرض العين لبعض الاشعاعات اللي احنا في غنى عنهم. نعم. دكتوره كاينه مستمعه اللي كتسول واش اليوم حتى الاواني او لا واش حتى الاواني البيضاء كذلك كتحسب ملونه؟ هذه كوثر منى. نعم الوغ هنا كاين بعض الادوات اللي كنستعملوا اللي هي عباره على ميلامين. ميلامين هي واحد الماده
حتى هي كتستعمل، ممكن تكون بيضاء، ممكن تكون ملونه، ممكن تكون فيها هذوك الالوان غادي من الابيض حتى الابيض مهرس تنقولوا البلون كاسي، وغادي حتى اللون البيرل، حتى هما فيهم كلام. من احسن يعني كنرجعوا للزجاج، التفاصيل ديال الزجاج اللي كيكونوا شفافين كيكونوا احسنهم. وهاد الميلامين جات خدات البلاصه بالبورسلين، لان البورسلين غاليه، حنا نعرفوا بان البورسلين الحقيقيه الحره الثمن ديالها كيكون غالي. الا كان عندنا الامكانيات وكنا عندنا الاراده باش غادي نشري واحد السيرفيس ديال البورسلين وناكلوا فيه ونحافظوا عليه وما نشقفوهش وما نهرسوش غيكون احسن. ما كانش عندنا هذه الامكانيات نشريو المعن ديال الزجاج، كاين كاينين موجودين. الزجاج من الاحسن يكون زجاج شفاف، يعني ما يكونش طبسي اللي هو ملون بالبيض. نعم، وإلا خدينا داك الطباس اللي ملونين حتى ولا بالبيض، غير ما نحطوش عليهم الحاجه سخونه بزاف، لان سخونه، لان شنو المشكله ديال هاد الاواني اللي هي مطليه بهاد المواد الكيميائيه، هي خصها تبقى ستابل، خصها تبقى محافظه على التوازن ديالها. حنا باش تنشريوها كنخربوا التوازن ديالها، باش كنعاود ناكد بالغسيل بطريقه يعني عنيفه، باستعمال الحلفات القاسحين والحرشين، باستعمال الاكل السخون، وباستعمال الطريقه اللي كنخبعوهم شي فوق شي حتى تنجرحوهم. الطريقه بعد المرات كتحط طبيصل ملون او لا طبيصل بيض وكتقبط الموس والفرشات وكيبداو يقطعوا داك التقطاع، راه حنا نزلنا التفصيل هنا كنجرحوا التفصيل. من الاحسن الا كان الواحد شوف لنا الله يعطيكم الخير، غادي نرجعوا شويه حنا مغاربه ونرجعوا شويه لطريقه الاكل ديالنا، مزيان كل واحد ياكل التفصيل ومزيان كل واحد، ولكن راه احسن شيء هو يكون داك الطاجين كلشي غاسل يدو، كلشي مقطع بفارو، كلشي تياكل باليمين، كلشي تياكل حداه بصبيق صغير، ودو الخبز ثلاثه الصبيعات كيف تعلمنا في السنه النبويه، باش تناكلوا بيدينا طريف ديال الخبز وكنغمشوا بديك المريقه وكنقطعوا من حدانا، شيء جميل. وهذه الثقافه حنا بدينا نرجعوا لها، وحتى الا حطينا كل واحد في تبصيلو ما نحطوش حتى تيبرد الطاجين عاد تنصبوا، لان حتى الاكل السخن ما مزيانش للجسم، لا اتاي سخون، لا القهوه سخونه، لا الماكله سخونه، ما مزيانه، كل شخص يكون شويه معتدل. بعد المرات تلقى الواحد دا الفم صدق وراه سخون سخون، عطوني الماء صوتو علاش هاد الزربه كلها، انا بغيت سخون. دكتوره نعم تفضل. باش نجلسو ناكلو راه واحد 20 دقيقه كنعطيوها من الوقت ديالنا ديال 24 ساعه، ماشي غير نعبيو واحد الخمسه بشي اكل كيف ما درتو باش نمشي ندير حوايج اخرين، راه هذيك 20 دقيقه كنجيب فيها الشفاء، راه الاكل هو الشفاء للذات. دونك ناخذ في العين الاعتبار ونكونوا حاضرين في ذاك الوقت، حاضرين خمسه ديال الحواس ديالنا. جميل. نعم. هدى اللي كتقول، هدى سعد اللي كتقول، دكتوره واش شنو هي الطريقه المثلى باش ننظفوا الفم ديال البراد، واش الخل والبيكربونات صحيح او لا؟ هذا نعم. سؤال جاوبنا عليه الاسبوع الماضي، تفضل. نعم جاوبنا، ولكن غادي نعاود نرد، لان ممكن هذاك الاسبوع ما تكلمناش بزاف على البراد، وكاين بعض الناس اللي ممكن يكونوا تيظنوا بان البراد ديال الفضه امن. حنا كنعرفوا بان حنا كمسلمون يعني منهيني باش ناكلوا في الاواني ديال الفضه، حنا هذا الشيء عارفينه، وحتى صحيا ذاك الاواني ديال الفضه كتعطي بعض الامراض وكتعطي بعض الاضطرابات في الجسم اللي بحالهم بحال بعض المعادن الاخرى. دونك حنا هذاك البراد منين نصوب بعدا، وعندنا واحد المشكل ديال البراد هو ان الكثير في المرات فاش تدير تتهز ذاك الثانيه ديال اتاي كيبقى ذاك البراد فيه ذاك اتاي شحال، وعاود نسخنو ونعاود نسخنو، وفاش تنغسلو ما تنمسحوش، يعني كيتغسل ذاك البراد ممكن تيخليوه بالماء ديالو. إلا حطينا الماء على أي معدن ممكن يدير صدى، دونك هذاك البراد اللي كنشربوا فيه حنا أتاي من الأحسن يكون ديال الإينوكس أو اللي يكون ديال الزاج أو اللي كيف ما بغى يكون ديال الفولاذ. على ذكر ديال الزاج، والزاج اليوم دابا شفنا دابا ولات موضة، البراد ديال الزاج واش صحيين ولا لا؟ البراد ديال الزاج ديال التيزان، الا كان الزاج جاي واحد، لان الا دخلنا حتى في الزاج راه كلام كبير على الزاج، ويمكن نخصوا له حلقه ان شاء الله، ممكن نخصوا له، ولكن حنا نعرفوا بان الزاج كاين اللي معدل الرصاص في واحد النسبه،
كيفوت واحد النسبه اخرى كنعاود نرجع. هذه راه ديما كنقولها، فاش نبغي نشري شي حاجه نمشي نشريها من الاماكن اللي موثوق بها وعند شركات معروفه اللي كتحترم المعايير. راه كاين جاج وجاج، دونك باش نرجعوا باش ما ندوخوش باش ما يقولكش المستمعين الكرام غادي نمشيو نديرو حاجه كاع على ما نعيشو كل شيء. حنا غير كنعطيو غير كنردو البال على داك البراد، واخا نشريوه والبراد المغربي راه هنا ما حرقناهش. بعد المرات تيبدا داك اتي تيطبخ ما كنعرفو واش اتي ولا صبه، الوغ كنعرفو حنا بعد انواع الشاي راه الا تحرق تيفقد جميع المزايا ديالو ديال مضادات الاكسده. هو الشاي الناس اللي كيعشق ديال الشاي راه كيديروا اون انفيزيون، كتشوفي داك الجلسه كيكون زمان كالبابور كان البابور وكان البراد وكان الربيعه فيها اتاي وفيها النعناع وكانت البوطه الصغيره كتحط على المهل كيسحروا غير شي شويه، والما طاي تيجي من البابور، وكانت لا سيريموني ديال لو تي كان جلسه الشاي. ما كنتش نتكلموا على الشاي اللي كيجيب لنا المنافع، كنتش نتكلموا على الشاي اللي هو كيحمي ضد الامراض السرطانيه وكيحيد المعادن الثقيله وضد السمن، ما كنتكلموش على اتاي اللي كيشرب واحد الدراهم قليله اللي هو عباره على شبه الشاي. كنتكلموا على الورق الشاي الاخضر او الاسود او الابيض او الاحمر اللي عنده واحد القصه جميله اللي فاش تنجيبوه كاين واحد الشاي. هذا باش الشاي الابيض ما يمكنش يكون 70 درجه ديال الحراره كيتحرق، اتاي الكحل ممكن نوصلوا ل 90 راه حتى درجه الحراره، هذا مع انواع الشاي. وفاش تنديروا داك الاتاي تشحن ما كان نساوش. دونك هذه غير كانت فرصه باش نتكلم ان البراد كنديروا التلف ديالو حيت طريقه الشاي ماشي هذه. فاش نكملوا شرب الشاي كنغسلوا داك البراد وكنمسحوه وكنديروا صوصت منه والكميمسه ديال الروز الملحه. ديما كنقولوا اي حاجه خصوصا الا كان داك اتاي بعد مرات ديال الضياف كتجبدوا غير مره وكيتحط في البلاكار، راه كتكون لوميديتي خصوصا يعني الرطوبه، خصوصا الناس اللي عايشين في المدن الساحليه تتحل داك البراد تتلقى تشد لها من الوسط لحقاش الرطوبه ولا مسحته مزيان. دونك الا مسحته تعمروا بالجورنال، تعمروا بكتان، نعمروا بكميمسه بالروز، لان الروز حنا كنعرفوا كيف يعني الرطوبه، وهكذا كنحافظوا على الجوده ديال داك. ايوا هذه هي الطريقه المثلى والصحيحه باش نحافظوا على البريدات ديالنا. محمد من بروكسل تحياتنا ليكم من خلالك الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. كاينه مستمعه كريمه اللي كتقول واش الورق ديال الفرن اللون ديالو بني والصحي ولا لا؟ ألوغ مؤخرا شفنا أكيد داك الورق اللي كنعيطوا له بالعاميه الورقه الزبده أو الورقه الزبده، ولكن اللون ديالو ماشي بيض، اللون بني. اللون بني يعني أنا كنقول أي حاجه شريناها ممكن نشوفوا المركبات يعني المكونات، ولكن يعني ورق بني أنا ما شفتوش يعني ما تحتش الفرصه نشوفه. كنستعمل الورق الأبيض لأن فاش تنبغي نشري كتمشي عين الابيض. نعم، لان ولفتي واحد الماركه اللي نعم. كتمشي لها. واخا نعم. كاينه مستمعه امينه اللي كتسولك على الطنجره الضغط اللي كتكون كهربائيه والصحيه ولا لا؟ الوغ شفنا مجموعه ديال يعني المصنعين اللي عطاونا بدون ذكر الاسماء لهاد لا بوسيبيليتي ولا هاد الامكانيه ديال الطبخ على البخار او على الضغط مادام هذوك الاواني مصنوعين من الاينوكس. واكيد انا كنشوف بان المصنعين كيكونوا جايين من بعض البلدان اللي مشهوره بتصنيع الاواني، لما لا نستعملوهم ونحافظوا على النظافه ديالهم. وانا الى فهمت المستمعه لم تتكلم هذوك تجي فواحد الشوينطه فيهم حتى كيفاش تنحركوا بواحد البلاستيك اللي ممكن يستعمل في الغذاء، وعندهم واحد الطريقه ديال التعامل معاهم. لما لا؟ علاش لا؟ غير هما تنقول حنا ما غاديش نشدوا البيبان هاد المصنعين كاملين ونقولوا الناس كلهم رجعوا للطاجين، لا احنا بالعكس حنا كنواكبوا يعني هذا الشيء الجديد وبغينا حتى حنا نزيدوا الامام، خصوصا ان الوقت ما تيكونش كافي. نديروا مره هكا مره هكا، الاسبوع عندنا طويل، نهار السبت الحد نطيب في الطاجين باش نكونوا مزروبين نطيبوا في هاد الاواني اللي تكلمت عليهم الاخت ديال الضغط اللي كيجيو بالكهرباء، غير يكون موثوق بهم وشركات عالميه كبرى. ومره في الطنجره ديال لافونت، مره شي حاجه ديال النحاس باش تنبعد على نفسي
واحد المصدر ديال التلوث محل. ولكن الا كانت طنجره وحده مشفره وانا اليوم على غدا اليوم على غدا اليوم على غدا ما يمكنش، دونك هذا كنوصل واحد التسمم. نعم كاين احلام اللي احلام اللي كتقول بانها كتبغينا بزاف حنا كذلك، وكتقول لي سولي الدكتوره على الرقم اللي كيكون في الاواني 18 على 10 واش كيعني انه ذو جوده؟ ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال لان انا يعني معلوماتي عندي ماشي بهذا الدقه باش نحفظ جميع الرموز، وممكن يعني نرجع نسول الحلقه الاخرى نجاوبوها او لا نجاوبوها عبر الفيسبوك. لان انا كيف نعاود ناكد الاختصاص ديالي في الغذاء وليس في الاواني، ولكن المعلومات اللي كنوصلها. ولكن تبارك الله ملمه ما شاء الله عليك دكتوره. نعم. ولكن نعم. هذا ما كيعطينيش يعني الصلاحيه ان نتكلم في مسائل اللي انا ما عنديش درايه بهم. نعم 05 22 74 24 كيتعاودوا نفس الاسئله، واش اليوم الالومنيوم صحي ام لا او لا لا بالنسبه نعم. للمستمع اللي عاد التحق بنا داير اسمه سعر ميشيل شي حاجه ما عرفتش تفضل. نعم خصنا نديروها يعني كقاعده، اليوم الالومنيوم تيدخل الاجسام ديالنا بطريقه لا اراديه، ما كنمشيوش نقلبوا على الالومنيوم، هو موجود في عديد وعديد المسائل اللي كناخذوها وما عندناش اليد فيها. علاش ما نحميوش نفسنا ضد الالومنيوم اللي كندخلوا حنا بارادتنا؟ لان الالومنيوم هو موجود في عديد من الادويه، في عديد من التلقيحات، في عديد كنلقاوه في الماء، كنلقاوه في بزاف ديال الماكولات اللي كتدخل في الجسم. علاش بغينا نزيدوا في الحده ديال هذا التلوث ونزيدوا ندخلوا المعلبات؟ لان المعلبات مصوبه يعني في مسائل اللي مصوبه بالالومنيوم، وحنا في الاول ديال الحلقات كنا قلنا الا خدينا ذاك الكونسونتري ديال الطماطم لا بيغي ديال الطماطم اللي كنشريو ولقينا بان الابحاث والدراسات لقات بان فرق كبير ما بين لا سوستومات اللي كاينه في الدجاج اللي كاينه في الباكيه ديال هذا ديال الالومنيوم، لقينا بان كاين ديتراس ديال الالومنيوم في ديك الصلخه ديال الطماطم. واش حنا محتاجينها؟ ما محتاجينهاش. تكلمنا بان اكبر غلط هو هذه المعلبات، وهذه المعلبات كاين فيهم اللي مزيانين كاين اللي فيهم اللي ما مزيانينش، وحنا فضلنا نمشيو نشريو المعلبات اللي فيهم الدجاج، دونك هذه اتفقنا عليها. من بعد تكلمنا على الالومنيوم اللي كاين في مواد الغذاء، تكلمنا بان الالومنيوم في الطماجر ما نحكوهش ما نستعملوش اكثر، اي حاجه مخبشه نزولوها علينا والى اخره. والمجموعه الثالثه هي المجموعه ديال لي كوزميتيك ديال مواد الجنين، ودرنا اشاره على لي شامبوان اللي فيهم الومنيوم، على لي ديودورون اللي كديروا المراه، وهذيك تكلمنا حتى فاش تكلمنا على اكتوبر غوز على الوقايه احسن من العلاج، وتكلمنا مع النساء ما يديروش لي ديودورون اللي فيهم الالومنيوم، لان عندنا الاشارات وعندنا لي بروف عندنا الدلائل العلميه بان الالومنيوم فاش يدخل الجسم تيخرب جميع الاجهزه خصوصا الجهاز العصبي. ونزيد نكمل على الالومنيوم، ولينا كنستعملوه حتى في الطلاق حتى في المواد اثاث البيت حتى بزاف ديال الحوايج، وكاين موجود حتى في بعض المواد ديال اللي كنطفوا بهم. دوك ردوا بالنا نقراو علاش ما نديروش الوقايه احسن من العلاج، ونعرفوا بان السموم او يعني المعادن الثقيله راهي ممكن تكون ديكلونشور ديال الامراض المناعيه. المناعه المستمع ومستمعه كيسولني على المقلات الهوائيه والصحيه ولا لا؟ المقلات الهوائيه اللي كنديروا فيها غير معلقه الزيت. مزيانه علاش؟ لا لان كنربحوا معها على الاقل كنحيدوا الدهنيات، ولكن القلي باش نرجع للقلي، حنا ماشي ضد تجيب شي حاجه مقرمشه، حنا المشكله ديال القلي هي اللي غادي نشوفوا. كنجيبوا المقله كنحطوها فوق العافيه كتسخن كتعطينا بعدا الريحه ديال ذاك الطفلون ولا الريحه ديال ذاك المعدن اللي مصوب به، دونك هذا المشكل الاول. المشكل الثاني كنديروا فيها الزيت وكنعملوا لها عمليات الهدرجه، يعني حنا كنصنعوا واحد شي حاجه جديده، يعني الزيت تاخذ واحد لاكونتي حنا كنحرقوها. ثالثا كنقليو، دونك ديك الحاجه اللي قليناها جربناها مجموعه ديال التغذيه ديال يعني المواد الغذائيه القويه ودخلنا فيها نسبه دهنيات كبيره، دونك شوفوا التلف اللي كنديروا في القلي. حنا ما بغيناش نبعدوا على القلي ونلقاو شي حاجه بحال شي حيله واحده اخرى، لا حنا بغينا نرجعوا للبخار ونرجعوا للطاجين ونرجعوا للتوفي. يعني حتى لو كانت عندنا هذه المقلات الهوائيه كنديروا فيها غير معلقه ماشي مشكل،
الداخل، ولكن تاكدوا بان هذه المقله ما فيهاش تيفلون اولا لا فيها تيفلون ستابل اولا ماشي الالومنيوم، وحتى هي كنضفوها بنفس المعايير اللي قلنا حنا، ولكن غادي تكون اقل خطوره، ولكن هذا ما كيعطيناش الصلاحيه ان نستعملوها يوميا في البطاطا والحوت والطاجين المغربي. سر الحياه الصحيه هو الطاجين المغربي. وهنا غادي نمشي معاك اليوم، شنو هي البدائل الامنه دكتوره باش نفوتوا هذا العجب كامل؟ لان بكل صراحه وحنا كنسمعوا كل المعلومات اللي كتقدمها لنا اليوم كنتخلعوا، ما كنعرفوا شنو نخلي في الدار وشنو نلوح وشنو نحيد. بكل صراحه وشنو هي الحويجه اللي هي امنه بالنسبه لنا لينا ولوليداتنا والصحه ديالنا مجموعين؟ لا، اولا ما خصناش ندخلوا وما خصناش نتلفوا. حنا كنعطيو النصيحه ماشي باش نديروا ارتباكات في الدهن ديال المجتمعين، بالعكس حنا بغينا بعض المرات كنعطيو بعض المسائل كنزيدوا في الحده ديالها باش توصل المعلومه. اليوم كنطلب للمستمعين الكرام يدخلوا المطبخ ديالهم، اي حاجه مقشره اي حاجه مكرطه يديروها على جنب. انا ما كنقولش لوحوها هذيك داك القش باش ما نديروش الضياع، نفرضوا هذيك السيده اللي قالت لك تجرب حفرتها ممكن تخبع فيها شي حاجه اخرى، تخبع فيها حمص، تخبع فيها عدس، تديرها في شي بلاصه ما تلوحهاش، لان الا حتى غيهزها شي حد غادي يستعملها حنا ما هاربينش من الافات. انا كنطلب غير الناس يكونوا واعيين ويبدلوا نمط العيش ديالهم شويه بشويه، عشان الجسم ديالنا قادر يتخلص من السموم. ربي عطانا اربعه ديال يعني ديال غادي نقول اربعه ديال الوسائل ولا ديال الاعضاء. الاول عضو هو الكلي، اذا شربنا الماء وخدينا اكل طبيعي وجبنا فيتامينات ومضادات الاكسده غادي نتخلصوا بجهد الله بالسموم اللي كناخذوا. الكبد نفس الشيء، القولون الا كان نظيف ما كانش عندنا مشاكل ديال لو ترانزيت انتستينال وكنا كناكلوا البكتيريا البروبيوتيك والبريبيوتيك وكنا عندنا اكل صحي غادي نتخلصوا. يعني ذاك القولون في عظم يمص ذاك المعادن الثقيله اللي خدينا حنا من الطفل واللي من ذاك الالومنيوم غادي ما غاديش يخليها تدوز، لحقاش القولون ما عندوش سكر، ما كاينش ما يسمى بالبوروزيتي انتستينال بالسكر ديال الامعاء اللي كيخرج، لان انسان في صحه جيده وكلا شي حاجه مسمومه من المستحيل القولون ديالو يدوزها له باش يدوز على على الدوره الدمويه الدوره النخويه تمشي للدماغ، ولكن اذا القولون مريض بالمقليات والمشروبات الغازيه كيحل بيبان. دونك حنا ما نتخلعوش الا كان عندنا نمط العيش سليم، ومره مره طيبنا في الكوكوت مره مره قلينا، هذا ما يخلعناش في التوازن. واكبر عضو هو الجلد، تكلمت على الكلاوي، تكلمت على الكبد، تكلمت على القولون، تكلمت على الجلد، راه كنخرجوا السموم من الجلد، ها علاش كنمارسوا الرياضه؟ دونك هذوك السموم اللي كيدخلوا للجلد باش ما نتخلعوش، راه حنا كنخرجوهم اذا كان عندنا نمط عيش سليم. ولكن المطبخ الى حطيت استراتيجيه بان انا وعيت وخديت المعلومه وعلى حسب الامكانيات ديالي على حسب المستوى المادي ديالي كنبدل بشويه بشويه. الله يعطيك الصحه دكتوره، شكرا لك. ما سخيناش بك دكتوره في الحقيقه، لان المخرج كيقول لي وقت البرنامج انتهى. شكرا لك. التذكير برقم الهاتف ديالكم الناس اللي بغاو يتواصلوا معكم من مدينه مكناس او خارج مدينه مكناس. نعم اهلا بهم، ديما كتسولين هذا السؤال ما تيكونش حدايا النمره وخدمتي عليه. بالنسبه للتواصل ديال الانستغرام دكتوره سميرة من دغري نوتريسيونيست، اهلا بهم. والرقم التليفون 05 35 51 51 99. وعندي اقتراح، إيه؟ إذا الوقت ما كانش تيسمح بدا يحطوا لنا الاسئله عبر الصفحه ديالك، والاسبوع اللي مورا غادي نحاولوا. مرحبا. وكذلك بالنسبه للاقتراحات شنو بغيتوا نناقشوا في الموضوع؟ نعم. ديال يوم الاربعاء رفقة الاخصائيه في التغذيه الدكتوره سميرة. نعم. من دغري شكرا لك وذكر انك. نعم دكتوره تفضل. اهلا بك. والسؤال اللي ما كانش عندي له الجواب لان المستحيل نكونوا تنعرفوا كل شيء، غادي نعاود نرجعوا له. الله يعطيك الصحه دكتوره، وهذا هو المضمون فيك. وذكر انكم اختصاصيه في التغذيه الدقيقه والبرمجه اللغويه العصبيه. شكرا لك سيف الدين البلغيتي، سي محمد عمغار، شكرا.